حضراتكم للدوري السعودي والصراع الكبير جدا في المشتعل في سوق الانتقالات في أوروبا النهاردة. لكن خلونا قبل ما نخش على الصحف العالمية كمان نتكلم على بعض الأخبار السريعة المتعودين نقولها لحضراتكم في المحترف. نبدأ بخبر أن توتنهام بيرفض تاني عرض بايرن ميونخ لضم هاري كين. الحقيقة توتنهام بيرفض عرض بايرن ميونخ التاني لضم النجم طبعا هاري كين. كان العرض الأول اللي تقدم بيه بطل ألمانيا كان بقيمة 70 مليون جنيه استرليني. طبعا بعد ما حصل على مؤشرات تفيد ان كين يريد الانضمام طبعا للبايرن، وخلي بالكم هو فاضل له سنه واحده، يعني عقد يعني هاري كين فاضل له سنه واحده مع توتنهام، ويستطيع ان هو يعني يمضي خلال الفتره الصيفيه القادمه او مع نهايه الفتره الاولى في ديسمبر الجاي. طبعا كان اهتمام كبير جدا من توخيل المدير الفني للبايرن ب انضمام هاري كين طبعا الى فريق بايرن. قدم عرض اولي اترفض، العرض الثاني دلوقتي ب 70 مليون. عروض بايرن لسه كمان بيقولوا ان توتنهام بيقولوا العرض اقل من ان احنا طالبينه، يعني خلاص من المقرر عوده كين تاني للتدريبات التحضيريه البري سيزون يوم الاربعاء اللي جاي. بيستعد توتنهام طبعا في جوله استعداديه في استراليا، تايلاند، سنغافوره، بعض الدول يعني الاسيويه، في فرق كتيره من اوروبا بتعمل كده، بيطلعوا اليابان وبيطلعوا سنغافوره، بيطلعوا بيعملوا البري سيزون بتاعهم بشكل تسويقي وشكل يعني بيخرج اللعيبه عفوا من الروتين شويه وبيستعدوا بشكل جيد للموسم اللي جاي. زي ما قلت حضراتكم توماس توخيل مدرب البايرن هو ده هدفه الاول، هاري كين طبعا عايز يملى الفراغ طبعا بعد طبعا رحيل طبعا النجم الكبير ليفاندوفسكي عن البايرن، وما زال البايرن يعاني في مركز راس الحرب. طيب في طبعا خبر كده طريف شويه بيقول لك في مدرب بيطلب حمايه ميسي على طريقه طبعا الملك الباسكتبول جوردن. طالب احد مدربي الدوري الامريكي بمعامله استثنائيه من الحكام لحمايه ميسي المنضم طبعا حديثا لنادي انتر ميامي، طبعا على شاكلة ما حدث مع مايكل جوردن أسطورة الكرة السلة. المدرب قال يعني لم تكشف صحيفة ذا سان أتلتيك دي البريطانية عن هوية هذا الحكم، بيقول يجب أن يحصل ميسي على معاملة نجم السلة العالمي مايكل جوردن الملقب بالملك، وقال أنه يجب عليه الحصول يجب الحصول على كل خطأ في تدخل، يعني اي حد يجي جنب ميسي يا جماعه يعني خلوا بالكم منه، ده الراجل دوت يعني راجل سوبر ستار، راجل رجليه من ده. فبيطلب طلب غريب جدا ان الحكام تعامل ميسي معامله استثنائيه او معامله خاصه. طبعا يعني ما بيحصلش بكره القدم ان يعني بيكون في معامله خاصه لنجم حتى لو كان النجم كريستيانو رونالدو او ميسي، لكن الطلب بيقول لك انه لا، لازم ميسي عنده زي حصانه كده من الحكام ان اي حد يقرب